فيلم Miracle in Cell No. 7 من إخراج هيظهر قدامكم على الشاشة عشان برضو اسمه صح. بيبدأ الفيلم سنة 2004 لما ما بقاش في عقوبة في القانون التركي اسمها إعدام، وبيتذاع الخبر في التلفزيون وبتسمعه عروسة جميلة يوم فرحها اسمها أوفا، وفتحت علبة جابتها من الدرج وافتكرت أيام طفولتها. رجعت أوفا بالذاكرة ليوم 25/4/1983 لما كان باباها ميمو مستنيها قدام المدرسة عشان ياخدها ويروحوا البيت، وبتشوف أوفا وهي في الطريق شنطة حمراء ولكن سعرها غالي على ميمو. روحوا على بيتهم وقعدت أوفا مع جدتها وسألتها عن حالة بابا، وإن أصحابها في المدرسة بيقولوا لها إنه مجنون. راحت جدتها مفهماها الحقيقة إن عقل ميمو قد عقلها دلوقتي وإنه طفل زيها ومش مدرك لسن. وقتها فرحت قوي أوفا إن باباها طفل زيها عشان بتعتبره صاحبها. ميمو تاني يوم فضل يبيع حلويات التفاح عشان يجمع تمن الشنطة اللي عجبت بنت، وفعلا راحوا جري على المحل، بس المفاجأة إنهم لقوا سيدة صاحبة أوفا في المحل مع باباها المقدم في الجيش التركي واشتروا خلاص الشنطة. أوفا زعلت جدا، راح ميمو فضل يعرض على الضابط والد سيدة إنه يشتري الشنطة منه، وهو منفعل شد الشنطة من سيدة من غير ما يقصد إنه يضر. راح الضابط ضربه وسابه مشي. رجعوا البيت وحاولت جدة أوفا إنها تهون على ميمو وتقول له ما يزعلش من اللي حصل. بعدها بشوية كان ميمو بيرعى الغنم، وكان بيلعب جنبه صحاب أوفا بنته اللي شافوه وراحوا يلعبوا معاه، واللي منهم كانت سيدة ولابسة الشنطة الحمراء. الأطفال دول كانوا مع أهلهم في حفلة شوي على البحر، ففضلت سيدة تلعب مع ميمو لحد ما جريت وطلعت على صخرة، ولما طلعت اتزحلقت ووقعت على دماغها ومات. راح نط بسرعة وراها ونفسه ينقذها، وفعلا شالها وطلعها عند الشط، ولكن خلاص كانت ماتت. وشافها أهلها من بعيد وجوم جري وافتكروا إن ميمو هو اللي موتها، راحوا قبضوا عليه وعذبوه وخلوه يبصم إنه هو اللي قتل سيدة بالعافية. وبعدها أبو سيدة دخل وكمل ضرب فيه. وفي الوقت ده كان جدة أوفا وأوفا قدام القسم لحد ما شافوا الضباط واخدين ميمو يرحلوه على السجن. وفضلت أوفا تنادي على ميمو وقال لها إن العملاق أبو عين واحدة شاف اللي حصل. وساعتها افتكرت أوفا إنهم كانوا مسميين قلعة مهجورة العملاق أبو عين واحدة، وراح ميمو على السجن بأمر من الحرس الوطني لحد ما يحكموا في القضية. وكان في استقبالهم مأمور السجن وأمر حراسه إنه محدش يعرف السجناء جريمة ميمو، لأنهم لو عرفوا هيقتلوه. ودخل السجن ودخل الزنزانة، وفي نفس الوقت بتكون أوفا وصلت للقلعة المهجورة وفعلا لقيت واحد قاعد هناك وقالت له إن صاحبتها ماتت هنا واتهموا أبوها إنه قتل. فرد عليها وقال لها أنا شفت اللي حصل وباباك بريء. فرحت أوفا جدا وراحت تجيب جدتها علشان تسمع اللي حصل وتجري على جدتها وهي مبسوطة، بس على ما راحت جابت جدتها كان الراجل ملوش أصل. ودخل ميمو زنزانة 7 وسأل زعيم الزنزانة الضابط على جريمة ميمو. راح الضابط قال له على كل حاجة، وراح ميمو على سريره ونام، ولكن زمايله في السجن غطوا وشه ورموه في الحمام وضربوه بسبب جريمته الفظيعة. وبعد ما اتنقل للمستشفى قال الدكتور هو ازاي فضل عايش لحد دلوقتي من كتر الضرب اللي أخده، وكمان معظم عظم جسمه مكسور ولازم يفضل في المستشفى الفترة. ولكن المقدم والد سيدة رفض وجوده خارج السجن وقال له أنا بعته السجن ده مخصوص عشان يتعذب وبعدها يتعدم. وبعد 10 أيام رجع ميمو السجن ويكون موجود في الزنزانة يوسف وباصص في الحيطة ومتخيل شجر قدامه، ويجي يسأله زعيم الزنزانة عن سبب نظرته للحيطة دايما، لكن يوسف مش بيرد عليه ويؤمر الزعيم إن ميمو يشتغل مع سليم في أعمال الزنزانة. وبيخرجوا لفناء السجن ويشوف الزعيم والمأمور إن ميمو طيب جدا وزي الطفل، وكمان ميمو شاف مسجون بيكتب رسالة وقال له إنه عاوز يكتب رسالة هو كمان، وأخد منه ورقة وكتب رسالة لبنته وقال لها إنها وحشته قوي وبيقول لها إن بقى عنده صحاب في السجن وكلهم بيحبوه، وطبعا كان بيكذب عشان يطمنها عنه. وسلم الجواب للضابط اللي قطعه بمجرد ما أخده. وفضلت الأيام تعدي وهو بينده على بنته من شباك باب الزنزانة ونفسه إنها ترد عليه، وبيجي معاد محاكمته وبيتحكم عليه بالأعدام قدام أمه، وبيفضل يعيط إنه مش هيشوف بنته وأمه تاني. وحاولت مدرسة أوفا إنها تساعده وعملت خناقة مع الحرس وجريت أوفا من إيد جدتها، وفضلت تنده على باباها من سور السجن. وطلع ميمو من الزنزانة لفناء السجن بعد ما سمع صوت بنته ومش مصدق نفسه من الفرحة وفضل ينادي عليه، ولكن الحرس شالوها وتعصب جدا لأنه نفسه يشوفها، لحد ما أصحابه شالوه ودخلوا الزنزانة وشاف الضابط فاروق كل اللي حصل
ونام ميمو على السرير وهو بيعيط، وبدأ المساجين يتعاطفوا مع ميمو، وفضل يحكي على بنته وأمه وإن أمها بقت من الملايكة وإن هو اللي مهتم بيها دلوقتي، وبدأوا يحبوه ويصدقوا إنه فعلا مظلوم. وبيجي الليل والزعيم داخل الحمام وبيدخل وراه واحد من الزنزانة وبيطلع سكينة وبيحاول يقتل الزعيم، لكن ميمو بينقذه والطعنة بتيجي في ميمو وبتصحى باقي الزنزانة على الصبح. وبعد ما ميمو تعالج اتفقوا كلهم انهم لازم يعملوا اللي ميمو نفسه فيه وانه ضحى بحياته عشان واحد فيهم، وبيأمر الزعيم اتباعه انهم يجيبوا اوفا ويدخلوها السجن، وبيروح لبيت ميمو ويقابلوا اوفا وبيقولوا لها لينجو لينجو، وبتستغرب اوفا انهم عارفين اللعبة، وقالوا لها ان والدها اللي بعتهم ولو عايزة تشوفيه تعالي معايا. وتدخل اوفا السجن فعلا وحطوها في عربية الاكل ودخلوها الزنزانة، وميمو نايم وباصص للسماء بيسمع بنته وهي بتندهله ومصدوم مش مصدق نفسه لحد ما استوعب الموضوع وجري عليها وحضنها وبيتنطط معاها من الفرحة، وكل زمايله بيضحكوا على فرحته، وبتقول له قدام زمايله انها راحت للعملاق ابو عين واحدة وقابلته وقال لها انه شاف اللي حصل وعرفها على اصحابه كلهم وحكت لهم قصة القلعة المهجورة وسألتهم عن سبب وجودهم في السجن، وكل واحد حكى حكايته، منهم اللي كان بيسرق فلوس الناس فعرضت عليه اوفا فلوسها عشان ما يسرقش تاني، وقال لها الزعيم انه كان بيحول الناس لملايكة بس بطل يعمل، وفجأة دخل المأمور عليهم وسأل فين الطفلة، كله انكر ان في طفلة، ولكن ميمو قال لهم انها تحت السرير وهو فرحان قوي، لكن الزعيم فضل يزعق للمأمور ويقول له انه ازاي حد زي ميمو يقتل طفلة، واخد المأمور اوفا لمكتبه وسألها عن سر العملاق ابو عين واحد، وقال لها يلا نروح وتحكي لي عن كل حاجة في الطريق، وقابلتها مدرستها وقالت لها ان جدتها خلاص بقت من الملايكة مع مامتها وانها ماتت من خوفها عليها لما اختفت، واخدتها المدرسة تعيش معاها، وسأل المأمور عن القلعة المهجورة وفعلا لقى سلاح مستخبي، وعرف ان في جندي هارب من السجن كان موجود هنا واحتمال يكون شاف اللي حصل ولازم يتم التحقيق من الاول. وفي الوقت ده كان الشيخ حافظ قاعد مع يوسف بيقول له اننا كلنا هنا فاكرين ان البقعة اللي في الحيطة مجرد بقعة، ولكن اوفا هي بس اللي شافتها شجرة. رد عليه يوسف وقال له الشجرة دي انا دفنت تحتها بنتي بعد ما ماتت وانا السبب في موتها ومليش ان اعيش بعد اللي حصل. فبيقول له حافظ لو كنت أذيت بنتك يبقى حاول تساعد أطفال الناس التانية. وفي زيارة أوفا التانية لميمو في الزنزانة بتقول له إنه جدتها بقت ملاك، واتصدم ميمو وقام قعد لوحده، وراحت أوفا تهديه لقيته بيعيط ومنهار وعمال ينده على أمه وزعلان إنه ما كانش معاها. وفي الوقت ده قبض الحرس على الجندي الهارب من الخدمة اللي شاف اللي حصل عند القلعة المهجورة مع سيدا، وصل الخبر للمأمور وتأكد من براءة ميمو، ولكن الخبر وصل للمقدم إيدن وبيستدعي الهارب قدامه وسأله عن اللي شافه، وفي وقت ما الجندي بيحكي قتلوا المقدم إيدن وقال إنه حاول يهرب فقتلوا، وبيعرفوا اللي في الزنزانة اللي حصل وعرفوا إن ميمو خلاص هيتعدم، وبيتم بناء المشنقة في فناء السجن، وبتروح أوفا وبتزور ميمو الآخر مرة قبل إعدامه وحاول يطمنها إنه رجع لها تاني لكنه كان منهار، ودع ميمو صحابه عشان يروح يتعدم، وفعلا تم تنفيذ الحكم، وراح المأمور وفاروق لبيت ميمو وقابلته أوفا وطلع علبة وادها لها. وكان في حاجة حصلت قبل الإعدام بيومين، كان حافظ والزعيم ويوسف في الحمام قبل تنفيذ حكم الإعدام، وقال يوسف إنه أول مرة يشوف بنته في الحلم وده اللي خلاه يقتنع باللي ناوي يعمله، وبيتم الاتفاق مع المأمور على الخطة إن يوسف يتعدم مكان ميمو بعد ما عطله المقدم عن حضور الإعدام، وقال لها اللي بعتلك العلبة بعتلك أبوكي كمان، وهنا قال لها ميمو من ورا العربية لينجو لينجو، وبيجروا على بعض وبيحضنوا بعض، وأخدها على ظهره وجري بيها برا البلد بمساعدة فاروق والمأمور. وبكده يكون الفيلم خلص، ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.